أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تدعيم التواصل البرلماني بين الدول العربية خلال المرحلة الحالية في ضوء ما يساهم به ذلك في تبادل الخبرات وتعزيز وحدة الصف والتكاتف العربي. جاء ذلك خلال استقبال سيادته لوفد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي. كما أكد الرئيس السيسي خلال استقباله رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين. على شتى الاصعدة، وفي اجتماع اخر مع رئيس شركة تالو الاسبانية لصناعة القطارات، اكد الرئيس السيسي وجود فرصة لإقامة شراكة تصنيعية مع الشركة الاسبانية، والتي تهدف إلى توطين صناعة القطارات في مصر. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي. وذلك بحضور السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، والدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب برؤساء البرلمانات العربية، مؤكدا سيادته أهمية تدعيم التواصل البرلماني بين الدول العربية خلال المرحلة الحالية. في ضوء ما يساهم به ذلك في تبادل الخبرات وتعزيز وحدة الصف والتكاتف العربي، كما أكد السيد الرئيس أن انعقاد هذه الدورة من مؤتمر البرلمان العربي تحت عنوان: دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي، إنما يجسد المسؤولية القومية الكبيرة التي تقع على عاتق البرلمانيين العرب في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الأمة العربية، لا سيما وان الدبلوماسيه البرلمانيه باتت احد الاذرع المهمه لاي تحرك عربي فعال على الصعيدين الاقليمي والدولي، واصبحت ركنا مكملا للدبلوماسيه الرسميه في خدمه مصالح الشعوب العربيه والدفاع عن قضاياهم العادله. وقد اكد السيد رئيس مجلس النواب ان رعايه السيد الرئيس للمؤتمر تعد شرفا كبيرا خاصه في ضوء الدور الهام الذي تقوم به البرلمانات العربيه. بصفتها تجسد إرادة الشعوب، فضلاً عن إسهامها من خلال البحث والتشريع في تناول القضايا التي تشغل الدول العربية، لا سيما في مجال تعزيز التعاون من أجل مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، وبذل مزيد من الجهود في هذا الإطار، على صعيد الجوانب الفكرية والثقافية والاجتماعية. من جانبه أعرب السيد رئيس البرلمان العربي عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس مشيراً إلى حرص مؤتمر البرلمان العربي. على المساهمه في تعزيز العمل العربي المشترك وبلوره رؤيه برلمانيه موحده لمواجهه التحديات الراهنه التي تواجه الامه العربيه ومثمنا جهود مصر بقياده السيد الرئيس ومواقفها المشرفه والمشهوده لها في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن الامن القومي العربي كركيزه اساسيه لاستقرار الامه فضلا عن الدعم غير المحدود الذي تقدمه مصر بكافه مؤسساتها واجهزتها لاحتضانها البرلمان العربي في القاهره وتيسير عمله اضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد حوارا مفتوحا مع السيد الرئيس حيث اعرب الحضور عن تقديرهم لمواقف مصر على المستوى العربي باعتبارها قلب الامه النابض واعتزازهم بمساهمتها الرائده في توطيد علاقات الاخوه والتعاون مع الدول العربيه والحفاظ على امنها القومي، وذلك تحت القياده الحكيمه للسيد الرئيس لصون مصالح الدول العربيه. تلك القياده التي قهرت تحديات التنميه لتجسد اقوى مظاهر الانجازات في مصر. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الامه الكويتي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه. بان السيد الرئيس رحب برئيس مجلس الامه الكويتي وطلب نقل التحيات الى صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير دوله الكويت وسمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح ولي عهد دوله الكويت مشيدا سيادته بمتانه وقوه العلاقات المصريه الكويتيه وما تتميز به من خصوصيه ومؤكدا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الاصعدة بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي أضاف المتحدث الرسمي أن سيد مرزوق الغانم نقل إلى سيد الرئيس تحيات صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من اواصر تاريخيه وطيده وعلاقات وثيقه وحرص الكويت على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر ازاء مختلف القضايا خاصه في ضوء الدور المصري المحوري بالمنطقه باعتبارها ركيزه اساسيه لامن واستقرار الوطن العربي وحرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربيه والدفع قدما بالعمل العربي المشترك اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كارلوس أوريال رئيس شركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والسيد محمد لبيب المدير الإقليمي للشركة الاجتماع تناول استعراض اوجه التعاون الحاليه مع شركه تالجو الاسبانيه العريقه في مجال القطارات خاصه تصنيع عربات قطار النوم الفاخره فضلا عن التباحث حول الافاق المتاحه للمشروعات المستقبليه التي يمكن التعاون بشانها مع الشركه الاسبانيه من خلال دراسه انشاء مصنع متكامل لها في مصر لتوطين الصناعه ونقل التكنولوجيا وقد اكد السيد الرئيس على التوجه الثابت لمصر بزياده نسب توطين الصناعه والتكنولوجيا وكذا تطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص في ظل اهميته كقاطره للنمو من خلال زياده الاستثمارات ونقل المعرفه والخبرات بما يخدم عمليه التنميه الشامله في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافه اوجه البنيه الاساسيه خاصه في قطاع النقل العام معربا سيادته عن وجود فرصة لإقامة شراكة تصنيعية مع شركة تالجو الإسبانية لتوطين صناعة القطارات في مصر، والاستفادة من مبادئ الإدارة المتقدمة التي تتبعها الشركة، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة لمد المزيد من خطوط السكك الحديدية بطول يتجاوز 2000 كيلومتر إضافية خلال السنوات القادمة. وقد عرض الفريق كامل الوزير أبرز محاور التعاون مع شركة تالجو في إطار استراتيجية تطوير منظومة الوحدات المتحركة لعربات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية مؤكداً أن الشركة الإسبانية تعد إحدى أكبر الشركات المصنعة للقطارات العادية والقطارات فائقة السرعة على مستوى العالم من جانبه أعرب رئيس شركة تالجو عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مؤكدا اهتمام الشركه بالتوسع في مشروعاتها القائمه مع مصر خاصه في ظل الفرص الاستثماريه الضخمه والوعيده التي يوفرها قطاع النقل العام في مصر والتي تعد بمثابه بوابه لزياده استثماراتها في المنطقتين العربيه والافريقيه ومشيدا بالتقدم المحرز على صعيد جهود الاصلاح الاقتصادي في مصر والذي انعكس على تحسين بيئه الاستثمار فضلا عن المشروعات القوميه الكبرى الجاريه وكفاءه وسرعه تنفيذها والتي اسهمت في ان تكون مصر نموذجا يحتذى به على صعيد التعاون مع الشركات العالميه في العديد من المجالات